احتضن مقر عمالة المحمدية أشغال تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالإقليم بحضور ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني عملوا خلال اللقاء الذي ترأسه السيد محمد العطواني رئيس مجلس العمالة على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الهيئة المذكورة الذي أوكل بالإجماع للأستاذة والفاعلة الجمعوية رشيدة نافع. وقالت نافع رئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في تصريح لمحمد يابريس: اللقاء اليوم هو كان بهدف استكمال مجلس العمالة لمكوناته ولهيئاته عبر تفعيل وأجراءات الهيئة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وأنا فخورة جدا أنني حظيت بقبول الجميع وتم انتخابي منسقة لهذه الهيئة. وهذا في نفس الوقت هو تكليف ليس تشريف، لأن هناك تحدي كبير وهي أن هذه اللجنة وهذه الهيئة على عاتقها أن توصل صوت المواطنين وصوت المجتمع المدني عبر توصيات وعبر ملتمسات تواكب وتتبع ما يسمى بالمخططات التنموية المحلية لمجلس العمالة أو لغيرها. فيما أوضح العطواني لمحمد يابريس: وتم الانتخاب ديال السيدة رشيدة نافع اللي هي أستاذة جامعية وعميدة كلية الأدب بالمحمدية، وكذلك النائب ديالها مصطفى كحيل صحفي ومثقف. كذلك تم انتخاب علي زجار رياضي كمقرر، وتم كذلك انتخاب السيدة فاطمة يتيم كنائبة للمقرر. نادية حميتي رئيسة جمعية سكان لا سيستا ورئيسة ائتلاف محمدية المستدامة الذي أحدث مؤخرا. إذن كيف تهد اللجنة؟ هذه حاجة بوزيتيف، احنا كنستبشر خير بإحداث هذه الهيئة واللي هي الأولى في المحمدية، وكنتمنى أن الجماعات هي تم إنشاء الهيئة ديالها وكل شيء يخدم يد في اليد من أجل تنمية عملية المحمدية. فاطمة جواد، جمعية كنا مع التنمية ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحمدية. كنشكر الناس ديال مجلس العمالة اللي اختاروا جمعية كنا معك أنها تكون في هيئة المساواة، وكنتمنى البلي والبلاء الحسن في خضم العقبات والتوعكات وكل ما كيتخبط فيها الشخص المعاق، وكنتمنى الشخص المعاق في هذه المدينة يخرج من الشق الإحساني اللي غالب إلى الشق القانوني ويعرف ما له وما عليه، والناس اللي مكلفين يقوموا بالواجب ديالهم لا من مواطنين بوضعية إعاقة ولا من مسؤولين. شكرا. السي محمد خليلي النائب الاول لرئيس مجلس عماله المحمديه. اذا كيف شفتي هذا الاجتماع اليوم ديال الهيئه؟ المهم اليوم كشهد تاسيس ديال هيئه المساواه وتكافؤ الفرص ومقاربه النوع على مستوى مجلس عماله المحمديه. كما تعلمون ان هذه الهيئه نص عليها القانون التنظيمي 112/14 في المادتين 10 و11، واليوم شفنا الاجراء ديال هذه المادتين على ارض الواقع، وتم انتخاب المكتب اللي غادي يقود هذه الهيئه اللي كما كتعلمون ان الدور ديالها هو دور استشاري، ان المشرع احاطها بجميع الضمانات سواء الضمانات القانونيه او انه اعطاها شروط الاشتغال واليه الاشتغال لكي تكون لها صفه المحاور وصفه الشريك في بلوره السياسات العامه المحليه على مستوى مجلس عماله المحمديه. الفاعل الجمعوي بعين حرودة كيستاد الاجتماع؟ أولا اختيار ديالنا عضو في لجنة تكافؤ الفرص بعمالة مجلس إقليم بعمالة المحمدية، هذا أولا شرف لحمل هموم ومشاكل ومطالب وأهداف كل ما يخدم المنطقة، وأنا كفاعل جمعوي رئيس جمعية إشراق زنا سجيد كنشتغلوا في الشق الاجتماعي والتنموي في عين حرودة، غنحاولوا ما أمكن نوصلوا للمطالب والطموحات والأهداف اللي غتخدم التنمية الثقافية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.